جمعية الفتاة للتوعية والتربية تنظم أمسية احتفاء بالذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني تحت شعار نوفمبر شهر التحرر. إخوتي أخواتي، إذا كانت هذه مرحلة التأسيس والانتصار قد قيض الله لها من ينوء بها من المخلصين، فإن مراحل أخرى لا تقل أهمية لا تزال تنتظر من ينهض بها. استجابة لهذا الواجب ووعيا بالدور، دأبت الجمعية على السير قدما يدا بيد إلى جانب مختلف الفعاليات الأخرى. إخوتي وأخواتي، وعيا منا بضخامة التحديات، فإننا ندعو جميع الرسميين والجهات الوصية والمؤسسات والأفراد لدعم الجمعية لتحقيق أهدافها الطموحة. ذكرى عيد الاستقلال الوطني فرصة لاستحضار وتثمين الأدوار الخالدة لشهداء المقاومة وما بذلوه في سبيل تأسيس الدولة. الملاحظة الأولى أن هذه ذكرى مناسبة أولا لحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على أن حرر بلادنا من المستعمرين وعلى أن أخرجهم، ثم هي مناسبة لتذكر شهداء الأبطال الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، الذين بذلوا دماءهم من أجل هذا الوطن في معارك خالدة مشهورة خلدها التاريخ. مداخلات أدبية فصيحة وأخرى شعبية تمجد أدوار المقاومة، بالإضافة إلى فقرات مسرحية ووصلات غنائية قدمتها زهرة الجمعية.